معكم الأحباء، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أنا عائشة صينية. كثير منكم يسألونني كيف أحوال المسلمين الصينيين في ظل فيروس كورونا الجديد. الحمد لله نحن بخير، لأن معظم المسلمين الصينيين يسكنون في شمال غرب الصين، وليس هناك كثير من الإصابات، والوضع هناك جيد. ولكن فضلا عن ذلك، أريد أن أشارك معكم بعض الأشياء الأخرى حول المسلمين الصينيين في ظل فيروس كورونا الجديد، وها هو سبب لتطوير هذا الفيديو اليوم. أرسلت أمي مساء أمس عديد من الفيديوهات القصيرة عبر تطبيق ويشات لي، وبعد أن شاهدت هذه الفيديوهات بكيت. وقد لا تعرفون أن دائما أعيش في مفردي في عاصمة بكين، وأما لا أعيش مع والدي في بلدتي التي تقع في شمال غرب الصين في مدينة لانجو. ويعرف والدي أني الآن يوتيوبر ودائما أعمل فيديوهات حول الصين والعالم العربي والغنى، فكلما أنشر فيديو جديد ويحصل هذا الفيديو على مشاهدات عالية دائما يكون أسعد مني. ولكن مساء أمس سألتني أمي يا شاشا، شاشا هو اسمي المنزلي لأن اسمي الإسلامي عائشة فيسمي شاشا. سألتني يا شاشا هل عملت أي فيديو لأصدقائك العرب وتتحدثين حول كيف يواجه المسلمون الصينيون فيروس كورونا الجديد؟ ولدي بعض الفيديوهات قصيرة حول قصصهم، وثم أرسلت هذه الفيديوهات لي. وبعد أن شاهدت هذه الفيديوهات المؤثرة لم أسيطر على دموعي. نعم حقا كنت متأثرة جدا، فمن اللازم أن أشارك هذه الفيديوهات معكم وأعرض للعالم روح المسلمين الصينيين وجهود المسلمين الصينيين في مكافحة الأوبئة. أولا مفترض أن أعرفكم بعض المعلومات الخلفية حول بلدتي وحول المسلمين الصينيين في بلدتي. يوجد في بلدتي كثير من المسلمين، وتقع بلدتي في شمال غرب الصين، ومن بينهم من قومية خوي وقومية سلار مثلي وقومية باوان وقومية دونشان وغيرهم، ودائما يغادرون بلدتهم ويذهبون إلى مدن أخرى في أنحاء الصين لفتح المطاعم الإسلامية ويبيعون مكرونة لانجو. لانجو هي مدينة تقع في شمال غرب الصين، وهي أيضا بلدتي مدينة لانجو. ودائما يعمل مع أفراد الأسرة تقريبا 3 أو 4 أشخاص ويديرون المطعم جميعا. فيا أصدقاء العرب، إنما سافرتم إلى الصين ولا تعرف في أي مطعم ممكن أن تأكل، ابحث عن مطعم مكرونة لانجو، وإن معظم أصحاب هذه المطاعم دائما مسلمون من بلدتي، وقد لا تكون المأكولات فيها لذيذة ولكن حلال 100%. وأنا سعيدة جدا لأن الحياة والوضع في بلدتي يتحسن والسكان يتغنى أيضا، فنستطيع أن نتحمل تكاليف الأطفال في المدرسة وتكاليف كبار الصين في المستشفى. وقد تكسب كل أسرة في بلدتي تقريبا أكثر من 30,000 دولار أمريكي كل سنة. وكلما أعود إلى بلدتي ودائما أسمع لكبار الصين يشجعون على الأطفال ويقولون لهم عليهم أن يبذلون أقصى جهود في دراسة لكي يلتحقون بأفضل الجامعة ويعملوا في مدن كبيرة في ناطحات سحاب في المستقبل بدلا من العمل المتعب في المطاعم. ولكن في هذه إجازة عيد الربيع تغيرت كل الأمور، حدثت وباء في الصين بفيروس كورونا الجديد، وكما تعرفون أن الصين دولة كبيرة جدا من حيث عدد سكان أكثر من 1.4 مليار نسمة. مهما كانت المشكلة صغيرة إنما تصادف هذا رقم ضخم، يعني 1.4 مليار، ستتحول المشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة وصعبة ومعقدة جدا. فلأجل منع انتشار الوباء اتخذت جميع المناطق في الصين تدابير صارمة للغاية، فحتى الآن لم تفتح معظم المطاعم في أنحاء الصين، معظم المطاعم لم تفتح حتى الآن، ونحن نكافح لإيجاد التوازن بين تنميتنا الاقتصادية ومسؤوليتنا في السيطرة على الوباء. فبهذا السبب خسر كل أسرة في بلدتي تقريبا دخل الكامل لشهر واحد مقارنة مع سنواتي السابقة،
وحتى هناك بعض المسلمين صينيين من بلدتي لم ينجحون في العودة من المدن حيث يفتحون المطاعم فيها إلى بلدتهم قبل إجازة عيد ربيع بسبب الوضع الوبائي السيئة أو خطير جدا في تلك المدن. فبعد 11 شهرا من العمل المتعب لا يمكن أن يقابلوا والديهم الكبار في الصين ويقابلون أطفالهم الذين يشتاقون إليهم. عندما تواجه الوباء الخطير مثل هذا ماذا ستفعل؟ أعتقد أن هناك كثير من الناس قد يخزنون الأموال لمواجهة المشاكل المحتملة في المستقبل، ولكن في الفيديوهات التي شاهدتها أمس مثل أمس لم يفعل هكذا إخواني المسلمين من بلدتي، لم يفعل هكذا. وفي مقاطعة اليومي كلهم مسلمون. قد لا تعرفون ان العمل في المطاعم متعب جدا جدا، ولا اعرف كم وقتا يحتاج اليه لتحضير كل هذه الوجبات، اكثر من مئات وجبات. كم وقتا يحتاج لتحضير كل هذه الوجبات؟ ومن اي ساعة بدأ تحضيرها صباحا؟ وإلى أي ساعة ممكن أن يذهبون للنوم بعد العمل طول اليوم مساء؟ لا ممكن أن نكافح ونحارب الفيروس في صفوف أمامية مثل الأطباء والشرطة، ولا نستطيع أن نقدم المساعدات كثيرة لإنقاذ الأرواح. ولكن ما في المشكلة، نستطيع أن نفعل ما نستطيع، ما في وسعنا. قد لا تعرفون أن الذين يكافحون الفيروس في صفوف الأمانية حتى ليس لديهم وقت لتناول الطعام. ولكن ما في المشكلة، نطبخ لكم ونقدم الأطعمة لكم وننتظركم بجانب بوابة المستشفى، وكل هذا مجانا. فلا تخافون، نحن دائما بجانبكم. أليس الفيروس خطير؟ ألا يحتاج هؤلاء المسلمون إلى الأموال؟ ألا يخافون منا الفيروس إلى الوباء؟ أكيد إن الفيروس خطير، وإنهم ليسوا أغنياء وأيضا يحتاجون إلى الأموال، وأيضا يخافون من الوباء، منا الفيروس مثلنا، وكلهم تجار، ولكنهم اختاروا شيئا أهم من الربح والمصلحة. اختاروا الشجاعة والجرأة والمسؤولية والكرم، اختاروا الضمير والأخلاق والإنسانية أمام الخوف والخطر. كم أنتم رائعين بقلوبكم طيبة وبمساندتكم هذه يا إخواني المسلمين. في اعتقادي الشخصي أن المسلم دائما يفعل الخير كثير وأكثر من الكلام الفارغ والتظاهر. هناك بعض دول قامت بترويج كثير، نشرت كثير من الأخبار، وتبدو أنها حقا تهتم بصحة الشعب الصيني وبوضع الصيني، ولكن في حقيقة لم تبرع بأي أشياء التي نحتاج إليها، فقط هناك أخبار وصور. ولكن بالعكس، ماذا فعلت الدول العربية ودول الإسلامية؟ على سبيل المثال مصر، أكثر من مليون ثمامة،
وباكستان. جميع الكمامات المخزنة في المستشفى. وأيضا هناك العديد من الدول الأخرى. وحتى لم تقوموا بترويج كثير. وهناك آية في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا. صدق الله العظيم. لماذا كان الوباء في الصين خطيرا وسيئا جدا؟ ولكن الآن يتحسن. لأننا أمام الكارثة نتحد مع البعض. ونحن الإنسان أولا أمام الكارثة، مهما كنا من أي قومية أو من أي منطقة أو من أي خلفية ثقافية. وأثق بأننا سنتغلب على هذه الأزمة أو هذه المحنة في أسرع وقت ممكن، بفضل إجراءات فعالة وإجراءات صارمة، ولكن من الأهم بفضل التضامن والمساعدة المتبادلة والاحترام المتبادل والحب المتبادل. وبهذه المناسبة أيضا أريد أن أتمنى لجميع المرضى في العالم الشفاء العاجل. لنتحد جميعا، إن الفيروس هي نفس العدو لجميع البشر. السلام عليكم.